لؤلؤ. اشتركتي فيه ازاي؟ لؤلؤ كان مخرج محمد عبد السلام، وكان أستاذ محمد سامي بيشرف. فمحمد هو برضو كان مساعد مخرج أستاذ محمد سامي في مسلسل برنس، وكلمني، احنا أصدقاء على المستوى الشخصي. فقال لي جوجو عندنا دور لطيف كده، مديرة أعمال نرمين الفئة. قلت له يا جماعة أي حاجة في السيركل دي أنا معاكم، يعني لو حاجة كويسة أهلا وسهلا. فلقيت أنه عارفة أكيد طبعا نفسي أترشح من مخرجين كتير، وأكيد نفسي أشتغل مع ناس كتيرة، لأن أنا برضو I didn't experience much، ما عملتش experience مع ناس كتير. فيمكن النصيب والصدف كانت بتجمعني دايما مع أستاذ محمد سامي، أو أن أنا أعمل حاجة مع مي عمر، لأني برضو عملت رانيا وسكينة مع مي عمر. الأخبار دي كلها صح، أنا كلمت الصحفيين بنفسي وتأكدت كمان أن هي اللي نشرت الخبر. لا ما تتكلموا على طول، في إيه؟ هاشتاج باي باي كاميليا بقى ترند رقم واحد على الفيسبوك، الناس كلها بقى بتتكلم وبتقول ان كوكي هي اللي بتجري ورا لؤلؤ عشان تغني معاها. لا يمكن لؤلؤ تقول حاجه زي كده. طب ما تكلميها كده وتتاكدي بنفسك، مش هترد عليكي زي ما ردتش عليكي من شويه ولا امبارح ولا اول. خلاص لؤلؤ خدت كل اللي هي عايزاه من معرفتها بيكي وهربت. لو مش مصدقاني التليفون عندك اهو، افتحي وشوفي بنفسك. بس كويس، لان هو يعني بيقدمك بشكل يعني اوسع، يعني ممكن حقيقة يكون عمل مش ناجح فما تلحقيش تتشافي فيه، بس لما يبقى في اعمال زي بتاعه محمد سامي انت اوريدي ضامنه مينيمم مشاهده. عدد دي حقيقه، عدد دي حقيقه، دي حقيقه. قولي لي مشاهد بقى حباها من لؤلؤ. كان في مشهد ما بيني وما بين نرمين، مفروض ان هي اكتشفت ان احنا بنخونها في الاخر. بس المشهد ده كان نفسي اطلع فيه تمثيل كتير، انا كنت حباه جدا، ان هي كانت بتواجهني وكانت بتزعق انت ازاي تعملي معايا كده بعد عشره السنين دي كلها وتخونيني وتطعنيني في ظهري. كان نفسي اعيط في المشهد، عارفه اللي هو عندي مواهب مدفونه جوه، فكنت بقول له والنبي خليني اعيط في المشهد ده، المشهد ده مش محتاج اعيط، مش محتاجه تعيطي. كان مشهد لطيف ما بيني. وقتي لما تهريتي في اللي انا بعد عيطت بقى لما تهريت، قال لي بصي عايزه اعيط اتفضلي بقى، وده بقى عيطي تلات ارباع المسلسل. كان لطيف، معظم مشاهدي كانت مع استاذه نرمين، ومي ما صادفش ما بيني وما بينها اي مشهد غير كان مشهد واحد بس انا كنت على الستيج لان انا كنت من الاعداء. مالك يا كوكي، هو انت متوتره من الاغنيه دي ليه؟ انا بصراحه متحمسه جدا ان انا اسمعها. انت توترك ده دايما بيكون وراه مفاجاه في اختيار الاغاني. هي من ناحيه مفاجاه فهي مفاجاه حلوه قوي قوي. اسمعها. بقول لك يا زينج، انا مش عايز اعرف وتفضل تزن عليا كل شويه. كان يوم اسود يا اخي لما قلت لك تنزل الاخبار دي على لسان لولو انها بتكره كاميليا. فلوسك كده وصلت لك فما تطمعش اكتر من كده. فكك مني عشان انا مبسوط دلوقتي. نانسي هي اللي قالت لي نعمل كده، ده شغل الستات انا عمري ما اعرف اعمله اصلا. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ما تصدقهوش يا كوكي، انا متاكده ان اللي زق الولد دوت لؤلؤ. ما كفايه بقى، ما كفايه كذب وقرف. وانتي انا عملت لك ايه وحش في حياتك عشان عايزاني اتحول لانسانه مريضه نفسيه زيك؟ اول مره اشتغلتي سينما كان ايه؟ فيلم تحت تهديد السلاح؟ ايوه، مع استاذ مع الحاج احمد السبكي، مع حسن الرداد والحاج احمد. مين اللي رشحك؟ هو المخرج استاذ محمد حمائي هو اللي رشحني للدور. كان طلعت ثلاث مشاهد تقريبا كانوا لطف، كنت حلقه وصل بوصل معلومات لحسن الرداد عن صحابه اللي هم خانوه، بس انا كنت بحبه زمان. كان في مشهد بالنقاب، كان ثلاث مشاهد لطاف جدا مع حسن، لطيف جدا هو. طبعا حسن جميل، لطيف جدا. بعد تحت تهديد السلاح على طول الوداد. احكي لك بقى، قولي بقى، احكي لك. ايوه بقى. كده بصي بقى، احكي لك بقى، صينيه لب ورس بتاع، احكي لك بقى. بصي بقى يا ست الكل، انا كنت موجوده في الحفله بتاعت العرض الخاص بتاعت الفيلم. تمام، فانا عامله مشهدين لطاف، يمكن عشان الاساتذه الاعلاميين اللي واقفين على المدخل بتاع الحفله بتاع الفيلم، معظمهم زمايلي لان انا كنت ببقى مكانهم، بنشتغل كلنا مع بعض وبنقابل ممثلين. فطبعا كانوا مبسوطين ان انا موجوده، واقفه عماله بعمل لقاء في التاني في التالت. فبقول يا رب نفسي في حاجه، يعني انا من جوايا بقول يا رب نفسي في حاجه كبيره. فبعد كده قامت دخلت مي واستاذ محمد سامي طبعا مع الباري جاردز مع زحمه، فكل الميديا وكل الناس طلعت تجري، وانا جريت معاهم لان انا كنت عايزه اسلم عليها وبارك لها. ورحت سلمت عليها فعلا وسلمت على استاذ محمد، وكنت مبسوطه جدا انه يعني
بالايديا ان هو لما شافني رحب بيا، وهي كمان كانت مبسوطه لي وباركت لي على الفيلم. ودخلنا واتفرجنا على العرض الخاص. انا طول الوقت يعني انا في هم في وادي وانا في وادي تاني، انا بحلم بانه حاسه ان انا في يوم من الايام هبقى في حته تانية احسن. وحلمت واتمنيتها من ربنا وقلت يا رب يعني ارزقني بحاجه حلوه. ولما شفته استاذ محمد بقول يا رب ياخدني معاه في مسلسل رمضان السنه دي. انا دعيت وروحت سلمت عليه ومشيت. روحت البيت غيرت هدومي يا دوبك داخل انام، لقيت تليفون، ببص على الموبايل لقيت استاذ محمد سامي بيكلمني الساعه 12. ازيك يا جوري، ايه الاخبار، عامله ايه، مبروك الفيلم، الله يبارك فيك يا استاذ محمد. بقول لك ايه، عندك اي التزامات الفتره اللي جايه دي؟ قلت له لا بصراحه ما عنديش اي حاجه، انت حضرتك عندك ايه؟ قال لي عندي دور حلو قوي، ولو ليك نصيب فيه هيكون بتاعك. قلت له بجد والنبي احلف. قال لي وانا بهزر معاكي يعني؟ قال لي اديني نص ساعه ساعه كده هكلمك. تقريبا ما حدش كلمني لحد الساعه 2. ساعتين ونص تقريبا حد من الانتاج، وانا كل ده بقى قاعده قدام الموبايل ماسكه الموبايل بقول يا رب يا رب يا رب يا رب. وفعلا كلموني قالوا لي بكره ان شاء الله تعالي في المكان الفلاني الساعه كذا. رحت قابلته، قعد معايا مفيش 10 دقايق لانه كان بيصور، شرح لي الحدوته. كانوا بادئين تصوير. هو كان في زميله قبل مني المفروض ان هي تعمل الدور واعتذرت. وانا جيت مكانها. فرزق الله، رزق ربنا الحمد لله. وبس مين من غير ذكر اسماء؟ ايه لا ما انا اللي اعتذرت انا قلت من غير ذكر اسماء. تقريبا كانت الاستاذه هيدي كرم هي اللي هتعمل الدور. والله تقريباً. طيب خلاص هو ده. فبعدين رحت خلصت معاه المقابله، فببص في جنبي كده لقيت المسلسل عباره عن دسته اوراق من تحت للارض لحد فوق. ادوها المسلسل يا جماعه لو سمحتوا. تمام سعيد رمزي خش مقاسات تك تك تك. قال له يا استاذ محمد مش هلحق. قال له مشاهده امتى؟ قال له بكره الصبح عندها تصوير الساعه 9. اول مشهد في المسلسل اللي هو المشهد بتاع الضرب بتاعي ما بين استاذ احمد فهيم لما ضربني بالقلم، ده كان اول يوم ليا تصوير. ده لما جالك المحل ولا فين؟ لما جالي البيت عند ابويا. اوكي. فاخدت الورق وبصي قلت بقى ايه، يا اكون او لا اكون. بس هي دي فرصتي ولازم استغلها صح. حقك عليا يا سيدي الناس، انا محقوقه لك. خلينا نرجع لبعض وانا عايش خدامة تحت رجلك. انا عارفة انك هتسامحني. عملت لك ايه يا زميل عشان تعملي فيا كل ده؟ قولي عملت لك ايه؟ قلت لي عملت كل حاجه مقرفه. سرقت فلوسي، عشرتني في الحرام، هربت مع راجل تاني. حرفيا انا من شهر 11 لحد ما خلصنا اخر يوم في المسلسل احنا محبوس، انا عن نفسي انا محبوسه وقافله على نفسي وبذاكر بس. يعني اللي هو حتى ايوه لانه اول مشهد انت عملتيه كان في عمق الموضوع. انا كنت فاهمه حاجه بقى. وعارفه ايه قبله وايه بعده؟ لحقوا حكوا لك ولا قدرتي تتخيلي ولا؟ طبعا قعدت اغش من اليمين وغش من الشمال، وهو حكى الحدوته، هو انا حكاها فانا فهمتها. فلما فهمت بقيت ادخل على مشاهدي اللي انا هبتدي فيها اول يوم واخد على الاقل قبليها حلقه او حلقتين عشان افهم ايه اللي حصل. بس كان الموضوع صعب، المشاهد اللي احنا ابتدينا بيها تصوير كانت صعبه جدا. لان ضرب وشد شعر ومشي في الشارع وعياط، وفكره ان انت تعيطي في اول مشهد وانا مش عارفه مين الشخص اللي واقف قدامي. فان انا اجمع افكار ومواقف معينه حصلت في حياتي عشان اقدر اعيط ما اقولكيش بقى. نافوره تعيط واتفتحت. والله كده برضه يا نايم، انا وده اختك. اوعي، انا ماليش اخوات، انا اختي خلاص ماتت. الزمك يابا. لا تمشي وما اشوفش وشك تاني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.